مولاي الحكيمة وصلت وعم تستنى برا على الباب. هلا غفياني ما راح فيها، خليها تروح وترجع لعندها بعدين. إبراهيم صرفها وارجع لعندي. بشوفها هيك لهويام خايفة ومرعوبة، بس ضميتها حسيتها عم ترجف مثل العصفور. شو اللي خلى ناهد دوران تفقد أعصابها وتتصرف مثل المجنونة هيك؟ العشق بيخلي الواحد يفقد أعصابه، بجوز جن كمان، وبيخلينا نرتكب أخطاء بتخجل، بس دائما منستنى المغفرة من الحبيب. مستحيل أغفر له طول حياتي، لأني كل ما شفتها قدامي وقتها رح أتذكر اللي ساوته بهيام ورح أكرهها أكتر. الأفضل إلي وإلها ما عاد شوفها نهائيا. أنت متأكد مولاي؟ شو هالعشق هاد؟ العشق بيعمل هالدرجة؟ معقول العشق يخليك مجرم؟ أنا هيك عشق ما بدي إياه. العشق ما بيكون بلا احترام. سليمان سليمان، سليمان يا روح سليمان، أنا معك. بدي تنصب لي خيمة لإلي. رح أنصب خيمة إلك وخيمة إلي. مولاي يا شو أخبار التحضيرات؟ كل شي جاهز تقريبا، والمصنع جهز المدفع يلي من قطعتين وعم يستنى زيارة فخامتكن لتشوفه. يا سلام، خلينا نروح. أكيد هلأ الجواسيس بكل مكان عم يتحرقصوا لحتى يعرفوا موعد الحملة وين اتجاهها. مستحيل يعرفوا أي شي، بعد كام يوم بس نبدأ نبعت التجهيزات، خليهن وقتها يعرفوا. بس نحنا رح ننصب خيمة وخوزة المعركة بمكانين. المكان الأول أسكودار جهة الشرق، والمكان الثاني بساحة داود باشا. رح ننصب خيمة من جهة الغرب، من الشرق ومن الغرب. رح خليهم يضيعوا. احكي يا نصوح. مولاي المدفع الموجود قدامكم بيمتلك قوة ما بيمتلك أي سلاح تاني بالعالم. رح نشوف يا نصوح، ركبوا القطعتين وورجوني. يلا بسرعة.
شو اجت هيام يا ابراهيم؟ قلت لك السلطان بده ياني. تعالي معي. شوفي الخريطة هيام، هذا نهر تونا. الأسطول البحري رح يمرق من هذا الطريق، رح نمشي على طول هذا الخط لحتى نوصل لهالنقطة، وهون رح نتمركز والحرب رح تكون هون. بس الموت رح يكون رفيق دربكم. المعارك والقتل رح يموت بشر كتير، وعيال كتير رح تتشرد. ما فينا نحقق النصر إذا فكرنا هيك، وما بدي إياكي تتعبي لي راسك الحلو. الحرب شريعة الموت، بالنتيجة مو أنا اللي اخترعت الحرب. بني آدم بيحارب لحتى يضل عايش، ولحتى يثبت إنه الأقوى. لهيك أنا مضطر أرفع رايتنا أكثر ما رفعها والدي سلطان سليم. مولاي أنا ما بقي لي غيرك بهالكون، مالي عيلة ولا صديق. إذا ما رجعت لي بخير يمكن موت. بوعدك إني أرجع وما طول، بوعدك. بس بدي منك كل يوم تدعي لي. لا تتركني إبراهيم، عم استناني. نام شوي، أنا ما رح أتأخر عليك. بس أنا حابة تضل معي، هو يا مو حابة تضل وحدة. نغمة جديدة، عندي شغل مهم، تركيني. إبراهيم وشغله هلأ صاروا أهم من هيام؟ لا تكوني بتغاري منه. إيه بغار، لأنه بيشوفه للسلطان أكتر مني. معناتها من هلأ لازم تتعودي. مولاي، فرحات باشا اجا من الشام وتوجه لقيصري، وبالنسبه للجيش هو هلا بحاله تاهب تحسبا لاي تهديد من قبل الشاه اسماعيل او اي عدو محتمل على السلطنه. ولاتنا بمصر والشام وديار بكر فرضوا الامن، وهذا بيخلينا نحارب اوروبا ونحن مطمنين، وعمالنا يلي على طرق الحمله اتلقوا الاوامر وكمان التعليمات للقيام باصلاح الطرق والجسور وتقديم التسهيلات لعبور قواتنا. أما بخصوص التموين، نحن قمنا بتدعيم المخازن وتم تأمين 30,000 جمل من الأناضول، وكمان اشترينا من القرويين والأهالي قطعان من الغنم والبقر. مولاي، 15,000 جندي صاروا جاهزين للانطلاق من روم ألي، رح ينضموا لحملتنا بأديرنا. خلي فرحات باشا ينضم إلنا بروم ألي. أحمد باشا، أنت هلأ روح بسرعة على أديرنا وأشرف على تجمع الجيش. وانت يا قاسم باشا، الدولة رح تكون أماني برقبتك لحتى نرجع من الحملة. مولاي، بوعدكن احمل هالأماني بإخلاص، واني رح قوم بواجبي على أكمل وجه. هاي الثقة بتشرفني، والله يكون معكن ويحميكن يا مولاي السلطان. لسه ما نمتي؟ كنت عم استناك يا مولاي.
معقول تروح وتتركني؟ لا لا تبكي، ما بحب شوف عيونك الحلوين عم يبكوا. أنا لازم أبكي دم. أنت رايح وتاركني وأنا رح أموت. ممنوع تموتي طول ما أنا عايش، أنت ممنوع تموتي، فهمتي؟ ما بيصير. لقد وقعت في الحب وأحيا الحب قلبي الهاجع في صدري، لو تعلمون الآن كم أحبه. الله استجاب لدعواتي وصبري. أنا أسير عينيك يا ملاكي، لمن أشتكي والعشق خصمي؟ ومن ألوم والحبيب لائم؟ ليس لي إلا عينيك مسكني. بدعي لك الله ينصركم بهالحرب ويرجعك سالم غانم. رح حط حجر الأساس لمقام وجامع أبي المرحوم السلطان سليم بعد ما أطلع من القصر، وبعدها فوراً رح ننطلق بالحملة. ست الكل، إذا صار وما رجعنا من هالحملة بتخلي ابني مصطفى يكمل البناء. هذا مصطفى البطل. بابا أنا كمان بدي روح معك لحارب، أنا فيني أقطع لهم رؤوسهم بسيفي، بس أنت أخذني معك. وحياتك بس تكبر رح أخذك معي إن شاء الله. مصطفى، رح نفتح مناطق كتيرة مع بعض، بس هلأ لا تعذب أساتذتك ولا تهمل دروسك. بابا بس أنا ما بحب الدراسة، بحب الحرب. بلش الاحتفال ولازم نروح. قلنا بالنصر.
حجيجنا بخير وسلامة. يا رب دخيلك كون مع جيشنا وساعدهم وقويهم على كل أعدائنا. قسطنطين سينسكي، لم تشهد القسطنطينية احتفالا كبيرا كهذا. ملأ الناس الشوارع منذ الصباح وهم يتلهفون لرؤية موكب السلطان. يبدو أن العثمانيين يتوقون للحرب والنصر. الجيش منظم وأعداده كبيرة. السلطان سليمان يريد أن يمحو المجر. الجيش أقسم والشعب أقسم أيضا أن ينتقم العثمانيون من الملك لايوش. أنا سليمان ابن السلطان سليم، أنا السلطان العاشر للدولة العثمانية، أحكم أملاك الصفويين ومماليك مصر والعباسيين، سوريا، فلسطين، الحجاز، طريق الحرير والتوابل. أنا السلطان العاشر مالك البحار والصحاري، مالك البلاد والعباد، والكل ينحني أمام عظمتي. أنا سليمان أقسمت أن أجمع بين الشرق والغرب بفتوحاتي. انتصاراتي سوف تصبح على كل لسان، واسمي سيرعب القريب والبعيد. أقسمت أن أرجع من هذه الغزوة سالماً غانماً حاملاً رايات النصر هدية لشعبي. سوف أعود منتصراً لضم المرأة التي عشقتها، وسأعود إليك يا هويا. في عندي اقتراح. أولاً خلينا نسيطر على قلعة بويوردالان، ثانياً خلينا ندخل على منطقة سيرام، ومننا منقدر نتوجه على بودين. قلعة بويوردالان مو مهمة بلا ما نتعب الجيش. أولاً خلينا نحاصر بلغراد، إذا سيطرنا عليها منكون ضربنا للايش بقلبه. طبعاً هو عم يستنانا ببودين. مولاي، قلعة بلغراد مكان محصن وفيه كتير مقاتلين، ولهلأ ما قدر حدا يخترقه. إذا توجهنا على بلغراد وتعرضنا لأي هزيمة، وقتها رح تتأثر معنويات الجيش. إذا بلشنا ببيوردالان المعنويات بترتفع. أنت شو رأيك إبراهيم؟ مولاي، مع احترامي للجميع، أنا بأيد خطة أحمد باشا، خطة ذكية للعبة الحرب. حكيت شغلي صحيحة يا إبراهيم باشا، هي مجرد لعبة حرب. الحرب الحقيقية مو هيك بتنلعب. بالأول بيوردالان، وراح نستنى الأسطول اللي بده يجي من تونا ونهاجم بلغراد. أخيراً وصل أسطولك يا إبراهيم، رح نشوف مهارته. المهارة مو بالأسطول أبداً يا مولاي، المهارة هي بقائد هالجيش المظفر السلطان سليمان. أنا متأكد إنه رح تنتصر. قرب الوقت اللي رح تكونوا فيه أهم من الإسكندر الأكبر يا مولاي. يا إبراهيم، نحن لازم نصبر، الصبر مفتاح الفرج. ما قدرت تنام يا إبراهيم؟ مولاي، شو اللي خبيته عني؟ العفو يا مولاي، حاشاك. الشعر هذا الشعر عم بألفه،
بس مو حلو ابدا، ما بيطلع شيء قدام شعركم وماني حابب تقرا. عن جد برافو عليك يا ابراهيم، ضحكتني. عفويتك وصدقك بيذكروني بغيام. احمد باشا، انت روح خد وحدات الجيش اللي جاي من سمندرة وحاصر قلعة بيوردلان. والي البوسنة هاني بيك رح يهتم بالكرواتيين، وخلي ابن نهال بيك محمد يروح ويسيطر على أردل. بيوردلان بالأول يا باشا، وهنيك رح نكسر تحصينهم. تأمر مولاي، بس نحن المفروض نكمل طريقنا عبودين بدون توقف، ولازم تنضم لنا القوات اللي بقيادة الوزير الأعظم محمد بيري باشا اللي عم يستعد لمحاصرة قلعة بلغراد حتى ما تتبعثر قواتنا. وإذا الحصان وقف يا باشا، الأسطول البحري إمتى رح يوصل بشكل كامل يا مصطفى باشا؟ قريبا جلالة السلطان، حوالي 5 أيام. بظن وجهة نظر أحمد باشا صحيحة، بلغراد مبنية على نهر تونا، المدينة فوق والقلعة تحت، يعني المدينة بتلة مرتفعة، ما فينا نسيطر عليهم إلا على محل. شو رأيك إبراهيم؟ بعد إذن جلالة السلطان، بشوف إذا سحبنا قوات بيري باشا لورا ورفعنا الحصار رح يقول العدو قوات العثمانيين خافت وانسحبت، وهذا الشيء رح يضعف ثقة الجيش بنفسه. ايه بجوز، لازم ندرس هالموضوع بالتفصيل الدقيق والممل. ابراهيم، نادي على البكوات والولاد خليهم يجوا لعندي، هن بيعرفوا المنطقة أكتر منا. شو صاير لك يا إبراهيم؟ وينو عقلك؟ مولاي، أنا لهلأ ماني فهمان بشو عم تفكر جنابك ولا شو هي خطتك. شو نسيت؟ تتذكر السنة الماضية لما رحنا نصيد الغزلان بجبل سيردس وضيعنا طريقنا؟ وقتها غابت الشمس ونحن عم ندور بالمكان بدون هدف، بعدين شفنا حطاب ختيار ماشي بنص الغابة، قام إجا ساعدنا ودلنا على الطريق المزبوط لنطلع. بس نلاقي واحد بيعرف المنطقة منقدر نحط خطتنا صح. هلأ فهمت عليك، لا تواخذني لأني تسرعت شوي. لا ولا يهمك، شغلي بدها صبر يا إبراهيم. إجا والي البوسنة هاني بيك ووالي السماندرا هورس ومحمد بيك، شو بتأمرونا نعمل؟ منيح كتير، خليهم يجوا فورا. مولاي، بلغراد موجودة هون بتقاطع نهري تونا وساوا، إذا قدرنا نفتحها منكون غرزنا خنجر بقلب الصليبيين، لأنه بلغراد هي مفتاح المجر. الملك لايوش عم يتلهى بالحفلات بقصر بودين، إذا نجحنا باحتلال المجر منكون أخذنا تار أجدادنا من الكفار الصليبيين. الوزير بيري باشا رح يحاصر قلعة بلغراد، ما قلت لنا انت شو رأيك؟ يلي قالوا هاني بيك كله صحيح، رعاياكم بالسماندرا بيضحوا بأرواحهم كرمال تحقيق أهداف السلطنة، بس نحن بحاجة لجسر، إذا من أمنه بيقدروا رجالنا يوصلوا بسهولة لأبراج القلعة، وقتها ما حدا بيقدر يرجعنا من هنيك، والمدافع الجديدة وصلت وهالشي أكيد رح يساعدنا كتير. مولاي، العيون تبعي قالوا في حفلة عرس بقلعة زمون والقائد رح يتجوز، يعني في حفلة ورح يشربوا ويسكروا مثل العادة، أكيد لازم نستغل الفرصة ونهاجمهم. آها، برافو عليكم، هذا الخبر حلو كتير. جماع رجال، بوديني بتتأجل، هدفنا بلغراد، بلشوا بإنشاء الجسر.
مولاي، أنت رح تشرفنا بقيادة الهجوم على القلعة بنفسك؟ معقول ما أروح معكم وأحضر عرس القائد؟ وصلت سفننا يلي رح تهز جبال أوروبا يا جلالة السلطان. شوف قديش مبسوط بهالخبر، مفكر حاله راح يلعب. ما هي الحرب مجرد لعبة، في لها قواعد مثل أي لعبة تانية، ومشان هيك لازم تعرف منيح إمتى بدك تهاجم وتعرف إمتى بدك تنسحب. جلالتكم بتقولوا الصبر هو أهم سلاح بالحرب. اللي بيصبر على ضفاف النهر أطول مدة هو اللي بيخلي جثث العدو تسبح على وش المي. لازم نخلي العالم يشوف كيف عم نحارب وكيف عم نفتح وكيف عم ننتصر، وهيك بيخاف منا. ولكن أهم شغلة إنه عدونا ما يعرف أبداً شو هو السر وراء مصرنا. إبراهيم، مولاي، الملك لايوش موجود بالقلعة وهو ضيف الشرف بالعرس. يا سلام، مو مفروض نقول له مبروك؟ جهزوا المدافع بسرعة. جاهزين يا نصوح؟ جاهزين مولاي، ونحن معك للموت. لا تموتوا، موتوهم. حفلتنا قربت تبلش يا إبراهيم، أنت جاهز؟ نحن بانتظار أوامرك. اليوم هو يومنا لنقضي على أعدائنا الكفار. حركوا! هذا اللي عم يصير. الجيش العثماني هاجمنا. مولاي، جنابك لازم تمشي بسرعة، حياتك بخطر. امشي.
لايوش وين صار؟ نحن لازم نمسكه بسرعة. أنا قلت لكم دوروا تحت كل حجر بالقلعة، كيف خليتوه يهرب؟ مولاي لا يهرب منا. أنا عبد كتير محظوظ يا مولاي، لأنه الله سبحانه وتعالى أكرمني ومد بعمري لحتى أشوف هالمجد. هاليوم المقدس أكيد حننتصر. هلأ بلغراد، وبكرة رح يكون في عنا هدف غيره. يلا أدعو لربي لي ولكم. يا رب استجب لدعوات عبدك واقبل منا، اقبل منا يا رب العالمين. من عبدك سليمان قربان المسلمين، ثبت من عزيمتنا واجعلنا دائما من القوم المنصورين يا ربي. بارك لنا بكل خطوة نخطوها يا رب العالمين. Thank you.
شوف هالولاد ما عم بيفكروا بشي غير اللعب والضحك، مو خايفين لا من حرب ولا من جوع. شو متمني شوف مصطفى هلأ ضمه لصدري؟ صار لك شهرين تقريباً ما شفته لمصطفى يا مولاي، أكيد بتكون مشتاق له. ما بعرف شو بيصير لي لما أتذكر مصطفى وغيام، مشتاق لهم كتير. أنت لازم تشوف لك شي واحدة تكمل حياتك معي يا إبراهيم، العزوبية شغلة صعبة. صدقني وجودي جنب حضرتكم هو مصدر سعادتي الحقيقية يا مولاي السلطان. لا تحاول تلف وتدور. شو اللي بيخليك تكتب شعر بنص الليل إلا إذا كنت عشقان؟ أنا بقدم شكري لفخامتكم لأنكم تبنيتوا فكرتي يا مولاي. بلغراد من زمان تمنينا نغزيها يا بيري باشا. أنا طول عمري بتبنى الصواب والحكمة. نحن مشورة أهل الخبرة ما منستغني عنها. يعني أنتوا حصنتوا المواقع اللي حوالين القلعة، بس هذا الشيء ما بيكفي، لازم يكون في مدافع ورا تلال، لأنه أهم شيء حماية الجنود عندي. موقع هون محصن. شو صار بالجسر؟ عم نشتغل ليل نهار، بعد أسبوع بيخلص إن شاء الله، لأنه عم نفتح أقنية كمان. العمال قطعوا شوط كبير يا مولاي السلطان. بيور دالان وزامون صاروا بين إيدينا، بس شو رح نستفيد إذا بلغراد ما فتحناها يا باشا؟ ما رح يهتالي بال قبل ما نستولي على القلعة. سيفي لازم أغرزه بنهر تونو بلغراد. يا رب ثبت من عزم سلطاننا وجنوده وانصروا على أعدائه يا رب. آمين. يا رب العالمين حمي من كل أذى. آمين. يا رب العالمين وفقه ويسر أموره وانصره لحتى يرفع رايتك وينشر اسمك بكل العالم. جنودنا بلشوا بقصف القلعة. الله أكبر! وما النصر إلا من عند الله! اقصفوهم ودمروهم يا رجال! اجعلوهم عبرة لكل من اعتبر! أروهم قوة الدولة العثمانية!
له عرشه للكافر. حاكم الجبال والبحار والوديان، حضرة السلطان المعظم سليمان. كنت تخافوا العثمانيين مستحيل يقتلوا يلي بيطلبوا منهم الأمان. بلغراد صارت من اليوم قطعة من الأراضي العثمانية، وأنا سلطانكم، وراح تشوفوا عدالة السلطان سليمان. إذا أخلصتوا لي ما راح عاملكم مثل العبيد، وراح أحميكم، وراح أخليكم تعيشوا حياة كريمة ومرفهة. ياري باشا، لا تاخذوا منهم ضرائب لمدة سنة كاملة، وخصصوا لهم 2,000,000 ذهبي من خزينة الدولة العليا. عمروا المدينة، وفوراً ابدوا بتعمير مدارس جديدة وكمان جوامع، وأمنوا الأراضي اللي بالمدينة ومحيطة من الأشرار، واللي بيحب يسافر على العاصمة أهلا وسهلا فيه. هاني بيك، والي سمندرا وبلغراد هو المسؤول الأول والوحيد أمامي. اكتبوا هذا الفرمان وكمان اختموه وعمموه على الكل. انت جاهز يا جلال؟ جاهز مولاي. هذا أول فتح رأى أكتب حكايته بعد فتوحات المرحوم السلطان سليم. إن شاء الله بينكتب لي إشهد فتوحات غيره. إذن أكتب ليعلم الجميع وليسجل التاريخ العثماني. نحن بعون الله تعالى السلطان سليمان قمنا بحملة على المجر، ودافعنا هو الجهاد في سبيل الله. قطعنا مسافة كبيرة في البحر حتى دخلنا بلاد الكفار. قلعة بلغراد قوية، تبدو وكأن جذورها تغوص في أعماق الماء، وأبراجها تعانق نجمة القطب في السماء، حتى يظن الإنسان أنها بنيت بقوى تفوق قدراته. وبعون الله تمت محاصرتها بقيادة سليمان وجيشه. وهذا الجيش الإنكشاري الذي يشبه النسور والسباع صعد أبراج القلعة العالية، والعدو الكافر انهزم، والقلوب غمرت بعبير الإسلام وشذاه الفواح. تم تنفيذ الأحكام حسب الشريعة الإسلامية والقوانين العثمانية، وفي الديوان جرى تبادل الآراء مع الوزراء والقادة. ثم أمرت بعودة جيشنا إلى قواعده قبل أن تشتد برودة الجو هنا. مولاي، تم تدوين الخبر في إيلون من عام 1521 في مدينة بلغراد. شكراً كتير يا جلال، صار فيك تروح. جلالة السلطان، جتنا وراء ورسائل من العاصمة، في وثائق الدفتردار والخزندار، وكمان رسالة من الست ويام. الوراء بعدين بطلع عليها، أعطيني رسالة ويام. السلطان سليمان، مولاي وسيدي، هيام جاريتك اللي بتركع تحت رجليك.
اشتاقت لحبك وحنانك ومتمنية أشوفك عن قريب يا سلطان حياتي. في خبر حلو جلالة السلطان، الست هيام حامل. مو مكتوب بالرسالة، أنت من وين بتعرف؟ في خبر إجاني من الحرم لك يا مولاي، إن شاء الله بيجيك ولد بيهنيك وبيسعدك. يا ربي، سليمان عبدك اليوم فرحته كبيرة كتير. خليهم يبلشوا يطلوا المدافع، باشروا يلا. مصطفى انت بطلي. مصطفى حبيبي، ست الكل، يا روح قلبي، يا بطل، يا سلطان سليمان، اهلا وسهلا فيك. رح يجيك ولد من هيام، عرفت؟ سلطانه وصلني الخبر وكتير مبسوط. يعني الجواسيس عم يشتغلوا منيح؟ خديجة، وشك الحلو لازم يضل يضحك، ليكني أنا قدامك حبيبي مصطفى. رجعتلك يا روح قلبي، رجعت انتهى الفراق.
شو متعلمي الكتابة بغيابي؟ برافو. ما قلت لي عجبتك الرسالة؟ هلا عن جد انت اللي كاتبتيها؟ لا تكذبي، خطك حلو هيك؟ الكلام إلي، بس هذا خط الست فريال. ايه بس انا عم اتمرن على الكتابة. لا تضحك، اعطيني ورقة. هات رح ورجيك بعينا. خلص خربت لي الكتابة. ورجيني شو كتبتي. سليمان أنا بحبك. هيك لك مين اللي سمح لك تحبي السلطان؟ جلالة السلطان جابوا الحلويات. يلا هاتوا. عن جد اجوا بوقتهم. لو بتعرف قديم اشتهي اكل حلو يا سليمان. كلي على مهلك، كل هدول إلك بس شوي شوي. لهالدرجة جوعانة؟ مو أنا الجوعانة، هذا ابنك. ويام شو صار لك؟ ويام شو صار لك؟ موجوعة يا مولاي. حراس تعالوا لهم بسرعة. ويام حبيبتي جيبوا الحكيمة. ويام ويام ردي علي. لك شو عم تساووا؟ إبراهيم ويام ويام فتح عيوني. ويام ردي علي. ويام ويام ردي. شو بكي ويام؟ ردي علي ويام، طلعي فيني. شو بكي؟ ما عم تتنفس ويام. ويام صحصحي، كانت عم تاكل حلو وفجأة وقعت وفقدت الوعي. كأنك سممت. شو عم تستني؟ سفيها فورا. مولاي السلطان رح ادفع لراسك وبدي شممها هاد. اذا استفرغت رح ننقذها. تفضل منيحة هاي. ساوي هيك؟ مين هالملعون؟ نادوا إبراهيم بسرعة. كيف صارت؟ مرتفع حرارتها كتير، رح حطلها كمادات خل مولاي. إن شاء الله الولد اللي ببطنه ما يكون متأذي. أمي رح أطيبي يا ويام، رح أطيبي بس مشاني. مولاي خير ان شاء الله. شو فيه؟ وينك يا ابراهيم؟ لو بموت ما بتحس علي.
حضرتكم دخلتوا حتى ترتاحوا، فقلت بطلع بتمشى شوي. طمني كيف صار وضعه. مو منيح. وياما تسممت يا ابراهيم. بدي راس اللي سواها فورا. مولاي، مين بيتجرأ يعمل هيك؟ بركي القصة مو مقصودة. شوف يا ابراهيم، اوعك تقول انه هالشغلة مو مقصودة. انا شفت بعيوني اللي استفرغته هيام. بدك تلاقي لي اللي حاول يموتني وموتها فورا. شو كان صار لو انا اكلت منها؟ يلي فوت صينية الحلويات أكيد هو اللي حط السم. سمبول، روح على المطبخ فورا وقل لهم مين المسؤول عن توصيل الحلويات وجيب لي إياه لهون. روح. سليمان. أنا هون جنبك حبيبتي هيام. شو صار لابني؟ لا تخافي، راح تطيبي انت وابنك كتير مناح.